شمابو وبرو روحو حيو قديشو حضضو شريرو أمين شلومو وحوبو تحية سلام ومحبة. نبدأ بها برنامجنا أبرشية الموصل السريانية في القرن العشرين. اليوم معنا ضيف هو أخي وشقيقي ورفيق دربي الخوري دكتور يوسف البنا، سيكون معنا على الهواء من لندن في المملكة المتحدة. أحبائي في هذا البرنامج وخلال الحلقات الستة الماضية حكينا مقتطفات متنوعة ولكن غير متسلسلة. في هالبرنامج نريد نقسم القرن العشرين إلى 10 عقود. العقد هو 10 سنوات من 1901 إلى 1910 وهكذا إلى ما نصل آخر عقد 1990 إلى 2000. نحكي عن الحياة الروحية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية. نحكي عن الحكم العثماني، عن حكم الملكية في العراق يوم اللي تأسست، حرب العالمية الأولى والثانية، حوادث الشواف، انقلابات عسكرية، هجرة من موصل إلى بغداد، فترات مظلمة وفترات مضيئة، كلها أثرت على أبرشية الموصل السريانية. راح نحكي على الكليروس السرياني من بطاركة ومطارنة ورهبان وخوارنة وقسس، راهبات، شمامسة، شماسات، الساعوغ، الوكلاء، وحتى حفار القبور.
راح نحكي ايضا وحكينا كثير عن العائلات، عن اصحاب الحرف، راح نحكي البنائين وغيرهم، النهضة الوظيفية بالقرن العشرين برشية الموصل شهدت تغييرات ما بين الحرفة وكبنة ونجار وحداد وإلى آخره، وإلى أصحاب الشهادات العلمية، طبيب، مهندس، ومعلم ومعلمة وهكذا. أيضا نحكي بصورة عامة عن الكنائس مالتنا، مال برشية بالموصل وفي عقرة وفي كركوك وفي سنجار. نحكي عن فترات جابية علماء روحانيين مثل بولس بهنان وزكى عواص وصليب شمعون والنهضات. نحكي بصورة عامة عن الأعياد والمناسبات، مدرسة المدارس مال الكنيسة مال برشية. اليوم راح نطلب من أبونا يوسف أن يضع كل هذه الأمور في نصاب علمي، في نصاب تاريخي متسلسل. فأجرينا الاتصال مع أبونا يوسف، وحالياً هذه صورته على ما أشوف واضحة على الشاشة. أهلاً وسهلاً بأبونا يوسف، تفضل. بارخ مور. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. شكراً يا أبونا على هذا البرنامج الرائع والمهم جداً عن أبرشية الموصل في القرن العشرين. هذه الحركة اللي بدأتها مهمة جدا في إبراز الجوانب الروحية والغيرة الإيمانية والشخصيات الكنسية الكليروسن وعلمانيين ممن خدموا كنيستنا السريانية الأرثوذكسية والمجتمع في الموصل خلال القرن العشرين. هيأهم الرب للإبداع الروحي والشهادة لاسمه القدوس والنهوض بالمؤمنين في فترات حرجة جدا من تاريخ كنيستنا. هذه الحلقات التي تعدها يا أبونا تسجل التاريخ بأمانة وعفوية ووضوح وصراحة بدون مجاملات ولا تدخلات جانبية، وكأنك تريد أن ترسم وتكمل لوحة فنية بل إيقونة جميلة لأبرشية الموصل في القرن العشرين، وكل جزء من هذه الإيقونة تطرزه ألوان محددة لأحداث متنوعة ومتناسقة ومتلاحقة، شخصيات مختلفة ممن تقابلهم أو ممن يذكرون، لتكتمل هذه اللوحة بجمالها وتطريزها الرائع وألوانها مذهبة بالعطاء والتضحيات والجهاد الإيماني، فتثمر منهجا ينير حقبة مهمة جدا من حياة أبرشية الموصل، عروس أبرشيات المشرق واجب إحيائها وإضافتها للتاريخ والتراث السرياني الثار. وشكرا أبونا. الله يديمك يا أبونا ويحفظك. قبل ما نكمل أريد شوية you touch the screen على مود الفوكسينج، شوية الفوكسينج كان ممتاز أول ما بديت وهسه شوية تغير، فحاول تعمل شيء على الفوكسينج عندك. هسه تقدم شوية لخ أفضل. أبونا يوسف راح أخلي الصورة ماله على جهة شوية هالشكل حتى
أقدر أطلع ذوني بعض التفاصيل اللي عملتوها علينا. أبونا أنت كنا رفاق درب أخوي سوا، نعيش بخزرج نسمع دقة الناقوس أيام زمان، والمرحومة أمنا اللي سمعنا صوتها في بداية هذا العرض يوم اللي انرسمت شمال كاهن عام 94. اخترتوا لك هذا الفيديو، الناس كيهنوك على رسامتك، والمرحومة أمنا إيلي جورية أوسي الله يرحمها كترتل التراتيل اللي كانت تعلمنا هي. فكانت المرحومة ما تخلينا نشرب شاي والجبن وهذا خبز الأرقاق من ننقعه، إلا نروح على الغمش العصر يدق الناقوس، نروح على الغمش ونكمل الغمش وبعدين نرجع. قصدي عندي ذكريات كثير حلوة بالطفولة معاك، أنت أكبر مني 4 سنين، لكن كنا نروح نجي على البيعة سوا. وأتذكر راح تجينا بالحديث أنت، أتذكر أيام الشواف وإحنا مرة على البيعة ماكو قس، أنت صرت قس، وقفت قريت الإنجيل وأنا مسكتولك شمعة، وكان معانا يمكن بعض الشباب هسه تحكينا عنه. أحبائي أعزائي، أبونا يوسف يعني ما أقدر أوصفه بدقة، لأن راح أحتاج كل الحلقة أن أحكي أنا عليه، لهذا راح أقول شغلتين ثافي فقط حتى أقدمه لكم. أبونا يوسف منذ صغره يعشق الكنيسة، وتربى وكبر في مارتومة، وبعدين كان علميا ناجح جدا وروحيا كنسيا ناجح جدا. من الناحية الكنسية أنا أذكر متي حيالي في يوم أسبوع الآلام دي بدون فقد لحن، ووقف شوية قال شمس يوسف تعال تعال هاي شلون تبديها، وبديتها بوقتها ما انسى هذيك. ايضا ابونا يوسف ما فقط روحيا بنى نفسه، انما بنى نفسه تاريخيا، فهو استاذ التاريخ الكنسي في الكلية الكليريكية في الموصل ولسنوات عديدة، لهذا أنا أعتبره كنز كبير اليوم يطلع عندي بالبرنامج وينور حلقات برنامجنا أبرشية الموصل العامرة في القرن 20. أبونا يوسف ألف عديد من الكتب، مثل ما تشوفون على الشاشة راح أعرض بسرعة، أنا وعدتونه ما راح أحكي كثير، هو أريد يحكي كثير، لكن حتى أعرض شيء عمله، موجز تاريخي عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية، كتاب تأليف أبونا يوسف، من أي روح أنت، تأليف الأب دكتور يوسف اسطيفان البنا، كاهن كاتدرائية مارفرام للسريان الأرثوذكس في الموصل 2011. الله يعيننا هسه ويني كنيسة مار أفرام وين صفينا. كتاب آخر ألفه في معهد مار متى اللاهوتي البطريركي، لأنك أنت علمتني، أسئلة في تاريخ الكنيسة السريانية. كتاب آخر طيب البنان في جود البنان، تأليف الأب الدكتور يوسف اسطيفان البنا. عرس عمان، كتاب من إعداد أبونا يوسف أيضا، يسطر بالكلام والصور شلون سيدنا زكا الله يرحمه راح العمان في الأردن وافتتح الكنيسة العروسة في الصويفية.
وأيضا أبونا يوسف شارك معنا نحن الإخوة الأربعة في كتاب تعزياتك تلذذ نفسي، اللي كتب مقدمته قداسة البطريرك الراحل المثلث الرحمة غناطيوس الأول عواص، وكتبنا تأليف خدام الرب أولاد اسطيفان عيسى البنا. أيضا قبل ما أخلي أبونا يوسف يحكي لنا، أريد أقول أنه أبونا يوسف علميا كان ناجح جدا، فهو خريج كلية طب الموصل، وبعد تدرج بالوظائف الطبية وحصل على زمالة دراسية في بريطانيا، ثم في بريطانيا حصل على أعلى شهادة تمنحها المملكة المتحدة في الطب اللي اسمها بالإنجليزية MRCP، فكان أخصائي الأمراض الباطنية، وعندما عاد إلى الموصل تعين بالمستشفيات، فكان يخدم طبيب أخصائي ناجح، وكان عنده عيادة أيضا في المجموعة الثقافية، وأيضا أصبح كاهن، كان طبيب وكان كاهن. يا أبونا الأبرشية هذه تفتخر بيك، وربنا يسوع يمنحك الصحة الجيدة والعمر المديد. بنهاية هذه الحلقة راح أشوف من كنت شاب سنة 86 وترتل في أسبوع الآلام، وهسك أشوف قدامي أبونا يوسف لحيته بيضاء طويلي، واتذكر الشعر اللي يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما قد فعل المشيب. السي في مالتك تقول مرتين ثلاثة جلطة قلبية وفتح صدر وعملية تغيير شرايين، الله يعينك، يسوع المسيح معك. أبونا نبكي بأسئلتي وأحاول أسكت أنا حتى أنت تحكي. مثل ما تشوف على الشاشة أبونا، هذا جدول زمني متسلسل من سنة 1900 إلى 1910 و20 30 40، وخلينا هوني بال 1914 الحرب العالمية الأولى، 1933 بطريرك فران برسون تبوء السدة البطرسية، بال 44 انتهت الحرب العالمية الثانية، وأيضا نستمر بالجدول الزمني 1950 60 70 80 90 إلى 2000. بال 59 صارت أحداث الشواف بالموصل، بال 63 جانا الراهب زكا عواص، بال 69 جانا المطران صليبة شمعون. هاي نحن نذكرها، لكن هي تحتاج كلام طويل عريض في التاريخ. فأريد منك يا أبونا أن تسلسلنا بالسؤال الأول وتعطينا فد لمحة تاريخية عن أبرشية الموصل السريانية في هذا التسلسل الزمني. تفضل أبونا. شكرا أبونا الخوري جورج، أشكرك على هذا الكلام اللي قدمته. حين نتحدث عن أبرشية الموصل السريانية في القرن العشرين، الحقيقة نتحدث بخمسة حقب زمنية مختلفة تماما مرت بها الكنيسة في القرن العشرين. الحقبة الأولى كانت من بداية القرن العشرين حتى منتصف عقد الأربعينات، يعني العشرة والعشرين والثلاثين إلى الخمسة وأربعين. هذه تمثل نهاية ضيقات الاحتلال العثماني وويلات الحرب العالمية الأولى وأحداث السيف والكنيسة المتعبة بسبب ما حل بها من ضيقات ومآسي
وإفرازات إضافة إلى الهجمات على الكنيسة نتيجة البعثات التكفيرية التي اختطفت من كنيستنا مؤمنين لحسابها وقسمت الكنيسة السريانية، إضافة إلى نزوح موجات اللاجئين من أبرشيات أعالي ما بين النهرين وبلاد الأناضول. ومن هذا الواقع تبدأ الكنيسة نهضة روحية ثقافية اجتماعية، ويعمل رجال وشباب مباركين غيورين من المثقفين في الكنيسة. فنجد مثلا جمعية الإحسان تضم رجال مباركين وتبدأ ندوات أسبوعية ليحضرها المثقفون بهمة ورعاية المطران أثناسيوس توما قصير، ويبرز أعلام يمثلون طفرة نوعية في نشر الثقافة السريانية والتعليم المسيحي بين المؤمنين، وأبرزهم بعدين راح نتحدث عنه الشماس نعمة الله دنه. هذه الحقبة الأولى. الحقبة الثانية من منتصف الأربعينات وحتى سنة 59 أحداث الشواف اللي صارت. بهالفترة صار نهضة جامحة فريدة وسمو للتراث السرياني وعطاء متدفق ثر روحي وديني وعلمي وثقافي وأدبي واجتماعي بأبطال ميامين أعدتهم العناية الإلهية وحملوا مشعل الحضارة السريانية وآدابها في تلك الفترة. وكان رمز هذه الحقبة الزمنية فارس المقدام وعبقري المحنك هو الأب الربان الملفان بولس بهنام، مدير المدرسة الإكليريكية الأفرامية والذي أصبح مطرانا للموصل سنة 1952، وإلى جانبه شخصيات فذة ومباركة سمت في أبرشية الموصل بامتياز مثل الأب الربان عبد الأحد توم البرطلي اللي أصبح قداسة البطريرك يعقوب الثالث، والأرخدياقون نعمة الله دنه اللي رسم أرخدياقون بال41 ويعقوب ساك البرطلي، والأب الربان برنابا القس يوسف الآزخلي اللي هو المطران ملاطيوس برنابا والذي كان ناظرا للمدرسة الإكليريكية لمدة سنتين من انتقلت إلى الموصل، وكذلك إبراهيم الخوري ويوسف قصير وغيرهم. هذه الفترة من منتصف الأربعينات وحتى 59 كانت النبراس المنير للأبرشية بالمدرسة الإكليريكية الأفرامية ورجالاتها من إداريين وتدريسيين وطلاب، حيث بتلك الروحية وبتلك الغيرة السريانية سارت وتسير كنيستنا حتى هذا اليوم. جيلنا تلذذ في طفولته بطعم النهضة الطيب ومذاق الروحانية الصادق، وتنسم عبق العطاء والعبقرية في رجالات تلك الفترة. تجينا الحقبة الثالثة وهي كبوة قاسية وفترة مظلمة من بداية 59 حتى منتصف 63 بسبب الاضطرابات السياسية والضيقة العظيمة على مسيحيي الموصل خلالها في أحداث الشواف والاضطهاد الظالم على المسيحيين، وعشناها ساعة بساعة ويوم بيوم بضيقاتها ومآسيها، ومعها بهجتنا بشعورنا بيد الله العاملة معنا خلالها. ثم الحقبة الرابعة من سنة 63 حتى 1969، هذه كانت فترة نهوض بل بعد أن استقرت الأحوال السياسية نوعا ما، حيث عادت الروح للكنيسة، عادت روح الانتعاش بين المؤمنين، عادت تنظيم الخدمي
والمسيرة الطقسية والثقافية والبناء برعاية المطران زكا عواص قداسة المخلة الرحمة مع إغناطيون زكا الأول، والمجموعة المباركة من الشباب الذين التفوا حوله تعضدها خدمات سكرتير المطرانية الملفون يوحنا إبراهيم، أي مطران حلب، سيدنا ماروري روس يوحنا إبراهيم الرب يفك أسره. هذه الفترة كانت الحقيقة هي الحجر الأساس لبناء عهد جديد في أبرشية الموصل، إذ نشأ صرح عظيم أول بأول وبنسق تصاعدي وسمو إيماني متتابع في الحلقة الخام في الحقبة الخامسة من تاريخ الكنيسة بالقرن العشرين، اللي هي من نهاية 69 حتى نهاية القرن العشرين. هذه كانت على عهد سيدنا المطران غريغوريو صليبا شمعون، وصولا إلى العصر الذهبي للأبرشية. العصر الذهبي لأبرشية الموصل كان فترة التسعينات في القرن العشرين وحتى سنة 2003 باحتلال العراق والمآسي الجديدة اللي مرت بها الكنيسة. طبعا الحديث عن كل حقبة من هذه الحقب طويل، لكن باختصار نلقي الضوء على جوانب مهمة ونستذكر أحداث طبعت في الذاكرة ورسخت حلاوتها ومرارتها في قلوبنا، لنستذكر تاريخ كنيستنا في تلك الفترة ونقدمها للأجيال. وشكرا يا أبونا. الله يدينك، الله يحفظك يا أبونا. اتصلت بي وحدة من المؤمنات قبل كم يوم، كما يتصلون العديد الحقيقة على هالبرنامج، قالت لي أبونا أش وقت راح تطلعون موسوعة البرنامج؟ قلت له منه موسوعة البرنامج؟ قالت لي أبونا يوسف هو بالتاريخ يفصل لك إياه من أول يوم لأخير يوم. ففعلا اليوم قسمت لنا هذه الحقبات الحلوة الخمسة، وإن شاء الله نحكي بالتفصيل على كل حقبة من هذه الحقبات. أبونا، السؤال التقليدي اللي أسأله لكل شخص أقدمه في كضيف في برنامجي هو احكي لنا منو تعرف من البطاركة، من المطارنة، من الكهنة، وإذا عندك ذكريات معهم. تفضل أبونا. بالحقيقة أحبار الكنيسة في القرن العشرين، إذا نأخذهم بالتسلسل، أولا قداسة مار إغناطيوس عبد المسيح الثاني مدخل القرن العشرين هو بطريرك، صار بطريرك سنة 1895 حتى سنة 1905 خلع عن كرسي البطريركية. ليش؟ لأنه أصيب باختلال عقلي والسبب أشكال. ذهب بفرسه يتفقد أبرشياتنا في جنوب تركيا، والفرس تمشي على جثة قالوني يا سيدنا هاي جثة شعبك اللي انقتلوا، فاختل عقله. فسنة 1905 أزيح عن الكرسي البطريركي، وصار مار إغناطيوس عبد الله الثاني من 1906 إلى 1915. ثم بعد الحرب العالمية الأولى مار إغناطيوس الياس الثالث شاكر من 1917 إلى 1933، ثم مار إغناطيوس أفرام الأول برسوم من 1933 إلى 1957، ثم مار إغناطيوس يعقوب الثالث من 57 إلى 80، ثم مار إغناطيوس زكا الأول عواص من 1980 إلى 2014، واليوم أجال السعيدا على السدة البطرسية الأنطاكية قداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني بحفظ الرب ورعايته. الله يحفظه ويديم حياته ويديمه بطريرك على السدة البطرسية، وبارخ مور سيدنا أفرام الثاني إذا كنت تسمعنا. نعم أبونا تفضل.
أما الأحبار مطارمة أبرشية الموصل في القرن العشرين. تدخل أبرشية الموصل القرن العشرين يرعاها حبر جليل وزاهد فاضل وشخصية غيورة ومكافحة وصبورة وضليع ومتمسك بالطقوس البيعية والألحان الكنسية وواعظ مؤثر هو المثلث الرحمة مارديونوسيوس بهنام سمرتشي اللي بعثت لك صورته قبل. رقد بالرب سنة 1911. هذا المجاهد الصنديد تحمل الكثير دفاعا عن ممتلكات الكنيسة ونشر الثقافة بين المؤمنين كما سنتحدث لاحقا. ثم من 1911 إلى 1917 مطران الموصل كان مار إيوانيس الياس شاكر الذي أصبح قداسة البطريرك إغناطيوس الياس الثالث. خلال مطرانته اهتم برعاية النازحين من أبرشيات نستوريانية في جنوب تركيا بسبب الاضطهادات التي مرت بها الكنيسة بأحداث الحرب العالمية الأولى والثانية. تميز هذا المطران العظيم والبطريرك الجليل بشجاعة إيمانية وإقدام روحي ويقين ثابت بمساعدة الروح القدس حين رضي أن يتحمل المسؤولية في قيادة الكنيسة ليصبح بطريركا سنة 1917 في فترة كانت خرجت فيها الكنيسة متعبة مشتتة. دمرت أبرشيات عديدة بالكامل في جنوب تركيا، فجمع المؤمنين ورتب الأبرشيات بشكل جديد وضمد الجراحات لتقف الكنيسة على قدميها من جديد. بعدين سنة 1917 أصبح مطران للموصل مار أثناسيوس توما قصير منتقلا من أبرشية ديار بكر في تركيا، وبقي حتى رقاده بالرب سنة 51. وخلالها أيضا انتدب لأبرشية حلب من 29 إلى 33 وعاد إلى الموصل. سنة 1952 أصبح العلامة الملفان غريغوريوس بولز بهنام مطرانا للموصل بانتعاش وسمو روحي وثقافي وأدبي وتاريخي مميز حتى سنة 59، حيث بسبب الأحداث القاسية ترك الموصل للدراسة في الولايات المتحدة ثم مطران للقدس، واستقر أخيرا مطران لبغداد والبصرة حتى رقاده بالرب سنة 69. سنة 63 بعد أحداث الشواف يصبح مارسيوريوس زكا عواض مطران على الموصل، وتبدأ نهضة روحية وثقافية جديدة في الأبرشية بعد كبوة الأحداث السياسية التي أتعبت الكنيسة من 59 إلى 63. وعلى عهده سنة 1964 اكتشفت ذخائر مرطوم الرسول في الموصل في كنيسة كاتدرائية مارتوما، وكان هذا حدث خطير في تاريخ الأبرشية. ثم انتقل سيدنا زكا إلى أبرشية بغداد إثر رقاد سيدنا المطران بولس بهنام. سنة 1969 رسم سيدنا غريغوريوس صليبة مطران للموصل وخدم بهمة مميزة حتى سنة 2011. وعلى عهده سمت الكنيسة بخطوات متواترة تصاعدية لتصل إلى عصرها الذهبي في التسعينات، أي العقد الأخير من القرن العشرين. واليوم يرعى أبرشية الموصل سيدنا مار نيقوديموس داود متي شرف بعون الرب ورعايته. أما الكهنة يا أبونا الخوري، إذا راح نذكر الكهنة اللي خدموا أبرشية الموصل قائمة طويلة جدا، وذكرتهم قسم من اللي تحدثوا قبلي وراح يذكرون أيضا بعدي، لكن
لازم نذكر أربعة كهنة لم يرد ذكرهم، مغمورين لكن كان عندهم خدمة في الكنيسة. أذكر هذول الأربعة فقط، والقائمة طويلة نتركها للحديث للآخرين اللي يتحدثوا. أذكر أولا القس عبد العزيز القس جورجيس الحبابي، كان صوته رخيم جدا، خطه السرياني بديع جدا، كتب الكثير من الفناقيس للكنائس بخط يده، خدم كنيسة القلعة في مطلع القرن العشرين، ثم انتقل إلى اسطنبول. ابنه الشماس بشير المعروف، حيث العائلة الموسيقية المشهورة في بغداد، الإخوة الثلاثة جميل بشير ومنير بشير وفكري بشير، هذا القس عبد العزيز الحبابي. الثاني اللي أريد أذكره الخوري يعقوب عقراوي، هذا ولد في أطراف ديار بكر في تركيا، وهو من عائلة كهنوتية مباركة، يعني عندهم بالعائلة 14 كاهن قبله، زوجته من عائلة كهنة أيضا، رسم سنة 1896 كاهن لكنيسة عقرة التابعة لأبرشية الموصل، وانتقل سنة 21 للخدمة في كنيسة القلعة، حتى سنة 1951 انتقل إلى بغداد ورقد بالرب 1956 ودفن في كنيسة العبرة بالبتاويين. اللي نذكره هوني أن هذا الخوري الجليل هو والد الأستاذ المعروف إبراهيم الخوري اللي راح نتحدث عنه، خدم الكنيسة في الموصل. الكاهن الثالث اللي أريد أذكره القس مراد. القس مراد ولد في آزخ في تركيا، وهو عم سيدنا المطران برنابا مطران حمص، كان كاهنا لكنيسة الطاهرة الداخلية القلعة لمدة سنتين، وكان متزوج من تيريزا بنت متي حسونة مصلاوية، سافر إلى الجزيرة وخدم كنيسة مار بهنام في الجزيرة ورقد بالرب هناك، ورسم ابنه اسطيفان كاهنا لكنيسة مار بهنام في الجزيرة. هذا القس اسطيفان هو أحد الكهنة الذين استشهدوا في الجزيرة في أحداث السيفو، ومثلوا جثثهم وسحلوها في شوارع الجزيرة. القس مراد هو الجد الفاضل للأستاذ جوزيف ألياس من أمه المرحومة مريم. عمي مريم كانت تزورنا بالبيت، ما عرف تتذكرها أنت أم لا، كانت صديقة حميمة للمرحومة الوالدة. الأستاذ جوزيف هو مدرس اللغة الإنجليزية المعروف في معهد مارمتة الكليريكي، وهو حمو أبونا القس بشارة الشمال. القس الرابع اللي أريد أذكره هو القس شمعون، هذا من باسبرين من جنوب تركيا، خدم في كنيسة مرطومة بالموصل ورقد بالرب ودفن في كنيسة مرطومة في بداية الأربعينات من القرن العشرين. المباركة زوجته خالي ريحاني، أعتقد تتذكرها يا أبونا. نعم. من المتصقين بالكنيسة صباح ومساء، الله يرحمها، وصديقة مامتنا، وأحفاد المباركون نشأوا معنا في كاتدرائية مار أفرام. وشكرا يا أبونا. أبونا يوسف تعبناك اليوم، لكن حقا بعض الناس يقولون موسوعة في تاريخ أبرشية الموصل السريانية، فعلا ضفت اليوم أشياء ما كنا نعرفها. حتى نحكي على الأحداث مع الأبرشية، الحقيقة نحتاج وقت طويل جدا، لكن أريد أسألك عن الأربعينيات والخمسينيات، باعتبار طفولتك كانت بالخمسينيات، أش تتذكر لنا من أحداث أثرت في أبرشيتنا وتستحق الذكر؟ بارخ مور. الحقيقة
فاحنا فتحنا عيننا، نحن جيل الاربعينات والخمسينات، فتحنا عيننا في كنيسة مرطومة، وأول ما فتحنا عيننا على غرفة قداسة اللي تتذكرها، وهذه غرفة الحقيقة بناها وأنشأها المثلث الرحمة المطران أثناسيوس توما قصير، حتى تكون روضة بدائية للكنيسة قبل ما ندخل إلى المدرسة الابتدائية، نتلقى بها الدروس البسيطة، تعليم مسيحي بسيط، صلاة ربانية، سلام الملائكي، بعض المزامير، بعض التراتيل القصيرة. ولحد الآن نحس بلذة تلك الفترة مع طعم الحامض حلو اللي كان تقدمه السبت الدوسة مكافأة لدعم الصلوات والتراتيل. الله يرحمها، كانت معلمتنا الأولى على بساطتها، وكانت مدرستنا الأولى، وتركت الأثر الواضح في قلوبنا. بعدين بالخمسة وخمسين بالنسبة لي دخلت مدرسة مرطومة. أتذكر أخونا متي، أبونا متي حاليا، أخذني إلى المصور صاحب الصندوق الكبير، كانت صندوق الكاميرا في شارع النجفي، هذا يدخل راسه بالصندوق حتى يرتب الصورة، بعدين يدخل إيده يحمضها ويسلمنا الصورة ويأخذ بعض المال. فسحب لي صور أبونا متي وأخذني إلى المدير، كان بوقتها شيك حاوة، حتى يسجلني طالب بالصف الأول الابتدائي. نحن حتى نحكي عن هذيك الفترة، أكيد أكيد فتحة عيننا كانت مدرسة مرطومة. هذه المدرسة أنشئت بهمة رجال ميامين كافحوا لإيمانا بأن العلم والثقافة هما ركائز أي مجتمع. هون لازم نذكر أن المثلث الرحمة المطران بهنام سمرتشي يذهب مرتين من الموصل إلى اسطنبول في أواخر القرن التاسع عشر حتى يحصل موافقة، حتى يفتح صف واحد سمحوا له، صف واحد تابع للكنيسة وما يزيد عدد طلابه عن العشرين. ما كانوا يسمحوا بعدد مفتوح للتعليم، كانت هذه سياسة العثمانيين في إبقاء المنطقة في جهل مطبق، يخافون من العلم والثقافة والمثقفين. مدرسة مرطومة بدت بال 1890، وكانت تشغل دور قديمة تابعة لكاتدرائية مرطومة، لكن ما لبثت هذه المدرسة أن توسعت بتبرعات المؤمنين المباركين لتنتظم صفوفها وتصبح مدرستين للبنين والبنات نظاميتين. هون نذكر أنه البيثون تبرعوا بقطعة أرض مجاورة، كما تبرع آل طير الحزين بدار ملاصقة أيضا ضمت إلى المدرستين وأصبحت صفوفا نظامية، والمدرسة أصبحت رسمية في الثلاثينات وخدمت أبناء الكنيسة. طبعا أول مدير معروف لمدرسة مرطومة كان اسمه المعلم إسحاق موسى، بعده جاء المدير عفيف القسمتني، كانت أخته فلم القسمتي مديرة الأرثوذكس، هو مدير مرطومة وأخته فلم مديرة الأرثوذكس، بعده جاء إبراهيم الخوري، وبزماننا كان المدير شيك اللي استلم المدرسة سنة 1951. مدرسة مرطومة العظيمة تبقى ابنة المحبوبة في التربية والتعليم، بمديرة الغيور شيكحاوة والمعاون الحنون متي ألو تتذكره أستاذنا، والأساتذة كان معلم الصف الأول يوسف، سعيد صبار معلم الصف الثاني، وعبد المسيح أفرام معلم الصف الثالث، وأستاذنا الكبير عبد الأحد النسر معلم العربي ومسؤول النشاط كنسي في المدرسة، وسليمان عقراوي معلم الرياضيات، وإبراهيم يعقوب معلم العربي والدين، وهذه قطة معلم العلوم،
والمعلم داود أستاذ الرياضة، وجورج الساعر معلم الإنجليزي. طبعا من الآباء اللي درسونا في مدرسة مرقومة أتذكر خوري سليمان داود، وأبونا الخوري توماس صوفية الله يحفظه، وأبونا الربان فرام عبودي قير اللي هو سيدنا طنكاوس فرام عبودي، الرب يكون معانا ويساعدنا. عندي ذكريات بسيطة خلال الدراسة بالمدرسة لحد هذا اليوم، أتشوق للطريقة اللي كان يقدمها ويستخدمها الأستاذ إبراهيم يعقوب. إبراهيم يعقوب كان يعلمنا، كان يسمونه إبراهيم نيمي أهل الموصل. هذا كان يعطينا درس الدين، القصة في الصف الثاني الابتدائي، وكأنه يمثل لنا هي مسرحية قدامنا بطريقة عجيبة. لحد الآن أتمنى أن أرجع هكذا المدرسين للتعليم الديني في الكنيسة. أستاذ الوحد النزر تتذكره أنت؟ نعم. بغيرة وحماد معهود كان يتابع طلاب المدرسة في حضورهم الكنيسة، واللي ما يحضر ينال الويل والثبور في اليوم التالي في المدرسة. أريد أقول شيء على أستاذنا العزيز بلحد النسر الله يرحمه. نعم. كنت نعم. بصف سادس ابتدائي، وبالسادس ابتدائي بمرتومة كان أكو امتحان وزاري. فقبل الامتحان الوزاري المرحوم أستاذنا بلحد النسر قال لنا تعالوا يا أولاد الصف السادس راح أعطيكم دروس خصوصية خاصة حتى تروحون تأدون الامتحان الوزاري. نحن نعرف ببلدنا كان الدروس الخصوصية يسعوا للناس ويدفعون فلوس عليها بالأعدادية والمتوسطة، لكن بلحد النسر مجانا كان يجمع كل التلاميذ، وأنا كنت واحد منهم، ويعطينا دروس خصوصية مجانية حتى يرفع من مستوى تلاميذ مدرسة مرتومة الله يرحمه. نعم أبونا الله يرحمه. بس أقول منو ما يتذكر من الطلاب مسطرته العريضة التأديبية. يوما يوما نلت منها معانقة لكفي بسبب إيش؟ كتبت حرف الياء الأخيرية ما مدوغة تمام بالشكل المطلوب، قتلتوها مسطرة. أبونا الحقيقة عندي قصة الخضيري يوم استلامنا نتائج الوزاري للصف السادس، اقترب مني الأستاذ جورج ساعوق وصفعني ضربني كف. قلت له ليش أستاذ؟ قال ليش ما حصلت باللغة الإنجليزية على 100 حصلت 96 مثل باقي الدروس؟ هذه الحالات تمثل اهتمام المعلمين بالطلاب في تلك الفترة ومعاملتهم كأولاد وغيرتهم على أن يكونوا متفوقين دائما حتى يتمجد اسم الرب بنور المسيح في المجتمع. الله يكافئهم، الله يرحم الذين رقدوا، والله يحفظ ويقوي الموجودين الآن على الساحة. أبونا طبعا مدرسة مرتومة. نعم. ما بس أنت أكلت بهاي العود المسطرة، من أحكي مع ضيوف كثيرين يحكولي كان يضربوهم على الكف هوني، وأكو يضربوهم على الجهة الثانية توجع أكثر. وعندي ذكريات بهذه مع أستاذنا هادي بطو اللي ذكرته. كنا بصف ثالث ابتدائي، وكان قاعد بجنبي واحد من التلاميذ الحركين جدا، فما اعرف هذا التلميذ اش عمل صوت شيء، اندار استاذ هادي دحق علينا، فكر انا عملت هاي الشغله، فقال لي تعال. كان يصيحون على السبوره، هذول الاشقياء يعني اللي يعملون مشاكل. طلعت على السبوره مسك ايدي، بين ما مسك ايدي قلت له استاذ امانه الله ما انا عملته هذا الصوت. هذا استاذ هادي بطه
يعرفني أنا شماس بالبيعة وما أكذب. صدقني بشبش بإذني قال لي منو عمله؟ قلت له أستاذ أنا ما أطيق أقول. قال لي ما تقول؟ قلت له لا. مسك العودي، طبعا هو قدام التلاميذ طلع واحد مذنب لازم يعاقبه. فايش يعمل؟ خلى ايدي انا ايدي صغيري طبعا على الكف مالته الكبير، وبدا يضرب. وين يضرب؟ يضرب ايده هو، يضرب الكف مالته. انا ادحك بينه اقول له استاذ ما ضربت ايدي. قال لي هش هش، ويضرب ايده 5 مرات ضرب ايده، لان هو مصدقني انا ما عملت ذنب، بس يريد يخلي النظام بالصف انه اللي يعمل ذنب ياكلها عودي. فهذاك خلاها ببالي القصه، وطلعنا من الصف رحت علينا. قال لي ابني انا صدقتوك ما انت عملت، بس انت خوش ولد ما قبلت تفشي سر منو اللي عمله، فانا ضربت ايدي انت عزيز علي. هذا الحادث الى اليوم انا اذكره ما انساه. نعم ابونا. هذول اساتذة مرطومة اللي كانوا اباء والامهات في مدرسة الارثوذكس، امهات للاولاد حتى ينشئوهم التنشئة الصحيحة. حقيقة مدرسة مرطومة العريقنا الى جانبها توأمين مدرسة الارثوذكس للبنات ومدرسة التهذيب من كنيسة الطائرة الخارجية. أبونا عزيزي، حتى الوقت ما يدركنا، لأن الوقت مثل ما كنشوف يعني نحتاج للحوادث أشياء كثيرة. أنا أقترح أنه أتعبك وأخذ منك وقت لحلقة مستقبلية خاصة بالأحداث، لأن أريد هسه أنتقل معك إلى موضوع مهم جدا جدا في حياة أبرشيتنا، وهي الكلية الإكليريكية الأفرامية وما تبعها من معاهد كهنوتية. أرجو أن تسعفنا بالحديث عن هذا الموضوع. بارخ مور. أنا أشكرك. الحقيقة عندما نتحدث عن المدرسة الإكليريكية الأفرامية نعود بالجذور حتى ما نغبن حق أحد، جهود الميامين الذين بغيرة وقادة نشروا الوعي الروحي والثقافي والعلمي في الكنيسة. اهتم آباء الكنيسة بالرهبانية والمدارس الدينية كركيزة مهمة لديمومة حياة الكنيسة وسموها. يعني بمطلع القرن 20 رغم الظروف الصعبة اللي مرت بها الكنيسة تأسست إكليريكية في دارمامتا سنة 23 بهمة المطران قليميس محمد عباجي، ثم أعاد تكوين الخوري سليمان القس يوسف البحزاني بال 29، ثم بال 46 قبل المطران يعقوب مطولية كان راهب وايضا اشتغل بهذه الاكليريكيه، ثم الخوري بالطوب الياس شعير. اللي همنا هوني انه ابرشيه الموصل قدمت خدمه جليله الى كليريكيه دارمامتا، وقدمت اساتذه وخدمات ومصاريف، كل ما تحتاج المدرسة في دارمامتا كانت أبرشية الموصل جمعية الإحسان والمثقفين يدفعون الفلوس وأيضا يدرسون ويعلمون. يعني نعمة الله دنو وعفيف القسمتي وآخرين كثيرين خدموا ودرسوا. بشير، هذا اللي حكينا عنه، بشير الحبابي، كانوا معلمين بالدير. سامحني أبونا شوية دقاطعك ما يخالف. الصورة هم بدت تهوش مرت اللخ علواء هكذا شوية عافية. آه
نعم. هل تعطيني؟ أحسن من قبل. نعم تفضل كمل. طبعا رجالات الموصل خدموا الكليريكية بدار مرمتة، والكليريكية بدار مرمتة قدمت الموصل مجموعة مباركة اللي مشيوا في المدرسة الكليريكية العفرامية اللي هي كانت العمود الفقري للموصل، وفي مقدمتهم كان البطريرك يعقوب الثالث والملكان العظيم غريغوريوس بولس بهنان، وتخرج منا ايضا الربان نحشابة وداود سليم الاسفسي وعبد المسيح شيرو وغيرهم من الخريجين. اللي همنا أن قداسة البطريرك أفرام الأول برسون أسس مدرسة إكليريكية في مدينة زحلة سنة 1938، وذهب الربان بولس بهنام أولا طالب ثم أستاذ للغة السريانية في تلك المدرسة. الغيارة من الموصل قدموا مقترح لسيدنا فترة أفرام، قالوا له أهل الموصل يحبون الكليريكية ويحبون الرهبان، نتمنى أن تنقل الكليريكية إلى الموصل. فنقلت المدرسة الكليريكية الأفرامية إلى الموصل، وصار مدير عليها الأب الربان بولس بهنام، وجامعان من زحلة الأب الربان برنابا القد يوسف الألدخي اللي صار ناظر في الكليريكية لمدة سنتين، والطلاب جامعان بهنام ججاوي وموسى سلامة اللي أصبحوا فيما بعد مطرانين في الكنيسة. الحقيقة مدرسة الكليريكية الأفرامية كانت بمعنى الكلمة مدرسة أكاديمية جامعة إيمانا وروحا وفكرا وثقافة وأدبا وتربية، كانت مصنع للرجال، أنعشت الكنيسة بما قدمته للعالم أجمع من خيرة رجالات المميزين في الخدمة، كيف لا واحد طلابها هو الخالد الذكر البطريرك سكة الأول عواص، وعدد مبارك من المقارنة والخدام والكهنة، نذكر منهم مارملاطيوس برنابا أوريغوريوس صليب شمعون سيوريوس حاوة يوسفورس لوقا سيوريوس أسحاق ساكا متي شمعون أثناسيوس أفرام برصون طيمثاوس أفرام عبودي ديونوسيوس بهنام جنجاوي ساوفيلوس جون صليبا وكريسوستوموس موسى سلامة، إضافة إلى خوارنا وكهنة كثيرين خدموا ولا يزالون يخدمون في أبرشيات العالم. لكن ما أعظمه من شعور وما أجمله من تعبير في نفسية أهالي الموصل في الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين، وهم يشاهدون صفين متوازيين من طلاب المدرسة الإكليريكية يسيرون بتناسق ووقار مع بعض أساتذتهم منطلقين من مقر المدرسة في كنيسة الطاهرة الخارجية مشيا على الأقدام، وعبروا يعبرون شارع الفاروق حتى يصلون إلى كنيسة مارتوما حتى يخدمون القداس. حدثني يوما أحد الشخصيات الموصلية الإسلامية البارزة قائلا: يا دكتور، عندما كنا نشاهد مطرانكم بولس وطلابه ومعلمينه يسيرون على الأقدام من الطهرة إلى مرطومة في شارع الفاروق بكل تواضع ووقار، كنا نشعر برهبة مميزة واحترام وتقدير كبير في قلوبنا في دواخلنا للمسيحيين في الموصل، ومع الأسف لم نعد نرى تلك المسيرة ولم نعد نلمس تلك الروحية. طبعا القداس ما أعظمه
وما أهيبه روحانيته يوم الأحد عندما يقدس المطران بولس بالمذبح الرئيسي، ويقفين على جانب المذبح طلاب الكليريكية، ويقفين على الجانب الآخر الشمامسة. إهالة روحية وموقف كأنما نحن في السماء. وأبونا بشارة الذكر كان يقدس على جناح اليمين مذبح مارك إغنام، وأبونا توما صوفية يقدس على الجهة الأخرى، والخوري عبد النور شاشة يقدس على المذبح الأخير مذبح الروماني مارون الأرثوذكسكا. فالشيء والكنيسة مليانة بهالناس المؤمنين بوقار وهدوء. فالشيء كان يخلينا نطلع من الكنيسة بروحية كأنما نحن في السماء. طبعا كم كنت أسعد حين كان يأتي الخوري عبد النور شاشة يفتش علي بالولاد حتى أروح أخدم المبخرة عنده من يقدس. طبعا أذكر هوني أخيرا أنه استلم المدرسة الكليريكية بعد سيدنا مطران بولس ما صار مطران بال52 الأب الربان سيروريوس حاوة اللي أصبح نيابة مارسيلوريوس حاوة حتى انتقاله من الموصل سنة 59. وشكرا يا أبونا. أبونا الخوري يوسف ما تقبل غلط، لازم نعمل حلقة ثانية معاك بالمستقبل، لكن ما معلومش وقت. الوقت أدركنا مع الأسف، لكن أريد بالوقت المتبقي أن أعرض بعض الصور، وإن شاء الله تكون قادر تشوفها على التلفزيون حتى تحكي لنا منهم. هذولي كثير صور أنت بعثت لي هي. كي تشوف الشاشة أبونا أنت؟ تقدر تشوف الشاشة؟ هسا أنا انسحب من هوني، راح تقدر تشوفها أوضح. أريد أقول بعض الأمور اللي كي عملها وبعدين أطلع الصور وأنت تحكي عليها. إذا كي تشوف الشاشة هذه عندي بنتي مرتا، هي فنانة ترسم بالجامعة، فعملت لنا شجرة حياة أبرشية الموصل السريانية. هذا نموذج فقط مبسط، وراح تعمله على شاشة كبيرة، وخلت بينه أسماء مثل أفرام الأول وزكى الأول عواص بهنام سمرتشي توما قصير قزبشارة توما برصومكي خور إسحاق بولس بهنان صليب شمعون وهكذا. هذا من ضمن برامجنا المستقبلية. مرتا راح تعمل الشاشات الكبيرة إن شاء الله. ما تنسى أحد، وانت اليوم ضفت لنا 4 كهنة ما كنا سامعين بهم. هوني عملت لنا شجرة ثانية أبرشية الموصل السريانية للشمامسة، وخلت بيم الياس جدو نعمة الله دنو جرجي سيمو بهجت حنا شمعون بلحد النسر موسى ميرزا سامي عبدو متي حيالي سليم صادق شماس ويليام صاروخان عمار يعقوب رافع بني الطويل، وراح تتليم الحقيقة بمئات الشمامسة. عندما تكمل هذه الشجرة راح ننشرها بصورة رسمية. هوني عملت لنا شجرة أخرى بصور رجال الدين الآباء، فخلت صورة سيدنا صليبة وبترك الياس، هذا منه البطران، توما قصير، بطرك أفرام الأول، زكى عواص ويوسف سعيد وبولس بهنان وقزبشارة والبطرك يعقوب الثالث. هذه راح تكون أيضا شجرة عظيمة في أبرشية الموصل السريانية.
إن شاء الله من تكمل. أبونا هذا منه؟ هذا الأستاذ الكبير إبراهيم الخوري اللي كان. أستاذ إبراهيم الخوري، كذا أحكي لك كلمتين عنه تسمح لي؟ تفضل. أستاذ إبراهيم الخوري ولادة 1903، صار معلم في مدينة عقرة لأن والده كان الخوري يعقوب عقراوي اللي هو كاهن عقرة، وبعدين انتقل للموصل. بعدين انتقل للموصل، درس اللغة العربية في مدرسة مرتومة، ثم أصبح مديراً لمدرسة مرتومة سنة 48 حتى انتقاله إلى بغداد سنة 51. درس اللغة السريانية العربية في المدرسة الكليريكية الإسلامية في الموصل، وكان رئيس تحرير جريدة فتى العراق، ورقد بالرب ليلة عيد الميلاد سنة 79. الله يرحمه. 1979. الله يرحمه. رحمه الرب. هذا منه؟ هذا الأستاذ الكبير الدكتور عبد الأحد عبد النور. إذا أحكي لك كلمتين، هذا من الشخصيات البارزة جدا في الكنيسة في فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. الدكتور عبد الأحد عبد النور ولادة 1888، توفى سنة 1948، شخصية طبية معروفة خدمت الكنيسة والمجتمع في مدينتنا المحبوبة الموصل بكل أمان واندفاع، والكلام عنه كثير بعطائه المميز. كان مثالا أعلى للرجل الحقيقي والطبيب الصالح الذي اتخذ الطب كخدمة نبيلة إضافة إلى غيرته على الكنيسة ومستقبلها. الله يرحمه. ترصع بتاج الإيمان وجواهر فضائل السماء، وهكذا يكون الرجال حين تربيهم الكنيسة. هذا يبدو فغش واجهة مع القبور أبونا، ومكتوب عليها كهنة كريبشون زاديقوثو زاديقك شبحو كهنتك يلبسون البر وأتقياءك المجد. مرقد بعض الكهنة في هذه الكنيسة، كل واحد ولادته وفاته مدة خدمته. تمام. هاي وين؟ هذه وين أبونا؟ هذه في كاتدرائية مرتومة بالموصل. مرتومة نعم. أكو واحد منهم أبونا خوري يوسف يعقوب، يعني من 854 إلى 958، يعني ما شاء الله عاش 96 سنة. أتذكره كان شايب جدا أبونا، لو تسد النقال مالك يعني الصوت يتكبر قدر. هاي الصورة مع من أبونا؟ هاي خلف الأرجل هذا المرحوم دكتور وسام، والمرحوم شماس صبري، والمرحوم شماس ويليام، والمرحوم شماس حنا، وأبونا عمانوئيل ورافع بني الطويل، وأنت واقف يمهم غسل الأقدام في كنيسة مرتومة في كاتدرائية مرتومة أيام زمان. هذولي من هذا سيدنا المطران ججاوي، ويقف يمه الملفون وحنا، ويقف يمه من الجهة الأخرى أنا والدكتور عادل سليم شابة. هذه في ندوة الجامعيين في الستينات في الموصل. هذه لقاء بيني وبين أبونا عمانوئيل عند مزار بيتنا في الموصل في سفرته من جد وابنه. هذه واجهة كتاب
طائر مرحوم الرسول. أبونا الصدقة يصير بنقارنا بدك. هذه سنة 1964 65 يمكن، يوم اللي جاء سيدنا بطرك يعقوب للموصل ومعانه المثريان وأخذ جزء من عظام مرقومة. أبونا يوسف بقالنا تقريبا 3 دقائق فقط، وأريد أشكرك كثير على هذا اللقاء. الله يحفظك وينطيك الصحة وطولة العمر ويبارك بيك على هذه المعلومات الرائعة اللي أسعفتنا بها اليوم. عندك أبونا آخر دقيقة ننهي بها البرنامج، وبعدها راح أشوف فيديو من سنة 86 يوم كنت شاب وتقول بالكنيسة. عندك دقيقة واحدة أبونا. أولا أشكرك على هذا البرنامج، الله يبارك في كل من يتعب بهذا البرنامج ويشترك، وكل من يسمع ويعتني بالمعلومات المقدمة. بس لازم أقول كلمة واحدة بحق نعمة الله دنه. كان عملنا له سنة 2001 ندوة خاصة بمناسبة مرور 50 سنة على وفاته، وقلت قصيدة مطلعها كان نعمة الله نجمك في التاريخ قاطع ومجد البيعة إزاء ذكرك رائع، علما سقيت براعم الثريان النبي، أين عباسقات عن الإيمان تدافع. الله يبارك وشكرا بيك. الله يبارك بيك أبونا، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في الحلقة 8 من برنامجنا. أستودعكم الرب يسوع وأقول شلومه وحوبه. وهسا راح أعرض لكم فيديو قصير ننهي بينه هذه الحلقة.